الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. حذر خبراء اقتصاديون من استمرار سيطرة ما وصفوها بمافيات الفساد المليارية على مزاد سوق العملة. أكد الخبراء أن مبيعات العملة الأجنبية في البنك المركزي في العراق تواجه تذبذبا وهبوطا في ظل فلتان نافذة بيع العملة. وشدد الخبراء على ضرورة وجود إصلاح مالي ونقدي وآلية صارمة لتتبع حركة الأموال والسلع والخدمات وشمولها بالضرائب والجمارك، ما سيجبر التجار باللجوء إلى السوق المركزية بدلا من الموازية للحصول على الدولار اللازم لهم، وبعكس ذلك ستستمر مافيات الفساد بالنمو على حساب العراقيين. حذرت دائرة الثروة الحيوانية في الأنبار من تداعيات تصاعد الصيد الجائر للأسماك في المسطحات المائية الموجودة في المحافظة. وقالت الدائرة أن التأثير المباشر الذي تشكله عمليات الصيد الجائر للأسماك هو نفوق أعداد هائلة منها، وقد تصل إلى حد الإبادة فضلاً عن زيادة نسبة التلوث البيئي بشكل كبير. تصدر العراق قائمة الدول المستوردة للأدوية والفواكه والمكسرات الأردنية بأكثر من 53 مليون دينار، واستحوذت الأسواق العراقية وبجانبها السعودية والكويت والإمارات على أكثر من 73% من إجمالي صادرات الأردن من الفواكه والمكسرات، بينما استحوذ كل من العراق والسعودية والجزائر والإمارات على نحو 60% من إجمالي صادرات الأردن من الأدوية. ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية الثلاثاء، وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع وصل إلى 370 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 364 ألفا. هذا وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضا عند 340 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 33,663 ألفا. قاد انهيار سعر صرف الريال اليمني إلى مرحلة انحدار جديدة للأوضاع المعيشية في البلاد الرازحة تحت توترات أمنية وحرب مستمرة منذ عام 2015. وقال خلال الأيام الماضية شهدت العملة المحلية تراجعا قياسيا جديدا، حيث بلغ سعر الدولار الواحد في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة قرابة 1400 ريال للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بينما كان متوسط سعر الدولار في السوق المحلية كان 215 ريالا قبل الحرب في اليمن في عام 2015. ارتفعت أسعار النفط بعد أن انخفضت في وقت سابق وسط توقعات بأن تستمر في الارتفاع مدفوعا بالطلب القوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط ومنتجاته في العالم. وارتفع خام برنت 27 سنتا ليصل إلى 86.26 دولارا للبرميل، كما ارتفع النفط الأمريكي 14 سنتا ليصل إلى 83.90 دولارا للبرميل في وقت بردت فيه أسواق الطاقة والفحم الملتهبة في الصين بعد تدخل الحكومة. وقال بنك جولدمان ساكس إن من المرجح أن يرتفع سعر خام برنت فوق توقعاته بنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل، وقدر البنك أن التحول إلى النفط من الغاز قد يضيف مليون برميل يوميا إلى الطلب على النفط. إلى اللقاء.